السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك مع مروة غنيم. اليوم معي دكتور يوسف نعمان، استشاري بطنة وروماتيزم ومكافحة الشيخوخة في مستشفى غسان نجيب فرعون. أهلا يا دكتور، نورتني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا، تسلمي والله. نورتني يا دكتور. تسلم والله. عايز أسألك، إيه أكتر أمراض روماتيزم قابلتها وطريقة علاجها؟ أمراض روماتيزم كثيرة جدا طبعا، يعني من أكثر الأشياء اللي بنشوفها طبعا خشونة المفاصل وهشاشة العظام والالتهابات الأوتار كثيرة جدا. بعد كده بتيجي الأمراض طبعا المشهورة حق الروماتيزم زي مرض الروماتويد، الدئبة الحمراء، مرض بهجة، التهاب الأوعية الدموية. لكن أكثر شيء روماتويد، إذا كان بنتكلم عن الأمراض الكبيرة حق الروماتيزم، من أكثر الأمراض اللي بنشوفها هي مرض الروماتويد. هذا نوع من أنواع الروماتيزم اللي بنسميه أمراض المناعة الذاتية، هي تصيب المفاصل، ممكن تصيب كل أعضاء الجسم، أي عضو في الجسم ممكن يتأثر فيها، سواء قلب أو رئة أو أوعية دموية. العلاج حقها طبعا في العلاج حقها بندي أدوية مثبتة للمناعة بنسميها. زمان كنا نتعب شوية في علاج، بوجه الحقيقة من حوالي تقريبا 20 سنة كنا نتعب شوية في علاج، خصوصا الحالات التي لا تستجيب، ولكن دحين الحمد لله صار في عندنا بيدنا علاجات كثيرة، بالذات الأدوية البيولوجية، وحتى دحين البيولوجية ابتدت كمان تتقدم أكثر وأكثر. ما كان فيها إلا إبر، دحين صار في حبوب، فالحمد لله صرنا نقدر انه نسيطر على الامراض الروماتيزميه زي ما شرح، زي الروماتويد والامراض الثانيه. طيب ايه هي مكافحه الشيخوخه والمحافظه على الشباب؟ هذا موضوع كبير شويه. احنا دائما بنتكلم نقول في نوع، يعني في احنا كل واحد فينا له عمرين. العمر الزمني اللي هو عباره عن رقم محدد، يعني انت السنه هذه مثلا عمرك 40، سنه غدا 41، عدد ما نقدر نساوي فيه شيء. هذا بيسموه العمر الزمني، ماشي. واحد بيتقدم فيه عالي 42 43 50 55 60 ما نقدر نلعب فيه. بعد كده بيجي العمر البيولوجي، هذا قديش فعلا عطاء جسمك فعلا، ايش عمرها، كم عمرها. وهذه هنا اللي احنا بنقدر نتدخل فيها الى جزء الى درجه كبيره بصراحه، انه نحافظ بقدر الامكان نحافظ على شباب اعضاء جسم الانسان. يعني مهما كبر يفضل قلبه يشتغل كويس، رئتينه تشتغل كويس، عقله يشتغل كويس، يشوف كويس، يسمع كويس، يقدر يستمتع بحياته، يروح يجي يمشي يلعب رياضة. هذا هو المقصود بالهيلثي ايجينج، يعني كيف تقدر انت تتقدم بالسن بقدر الامكان وتحافظ على صحتك. فدحين هذا صار يعني علم موجود قائم بذاته، وهو قائم اكثر شيء حقيقة علامة الحياة، بالإضافة إلى بعض التحاليل اللي نعملها، لأنه كل واحد فينا أحيانا معرض للأمراض مزمنة قد تكون موجودة في العيلة، زي السكر والضغط والكلام هذا كله. برضو نفس الطريقة إحنا بنستعمل، يعني كيف نقدر للمريض اللي هو عنده استعداد يجيله سكر، كيف نخليه ما يجيله سكر. يعني إيش اللي نقدر نساويه في هذا العلم إنه نخليه يقدر ما يجي سكر، إجازاله السكر كيف نقدر ما نخليه يجي مضاعفات السكر، إنه يأثر على قلبه أو يأثر على أعضائه أو على القدم السكري، يعني نسميه قدم السكري. فهذا هو مقصود بكلمة الهيلثي إيجينج، إنك كيف تتقدم أنت بالعمر بقدر الإمكان وتحافظي على شبابك بقدر الإمكان مهما صار عمرك كبير. طيب ممكن تديها لنا كنصايح إزاي نعمل ده؟ نمط الحياة، إحنا بنقول طبعًا إحنا بنقول أساس نمط الحياة. نمط الحياة يعني أسلوب، كيف يكون نمط حياتك صحي؟ هي تكمن في أشياء بسيطة جدا الإنسان قدر يحافظ عليها. الـ الـ الأكل تمام، هذا ضروري جدا جدا، احنا عندنا عادات أكل سيئة جدا طبعا، الموضوع كبير جدا في الحقيقة. التلوث بقدر كان تلوث البيئة، وفي شيء اسمه تلوث بيئة داخلي، وهذا انت كل إنسان يقدر يعني يسيطر عليه جوات البيت. يعني كيف تتجنب تلوث البيئة جوات بيتك، انك مثلا زي الاشياء اللي بنرشها احنا حقت الحشرات مثلا، الحمامات، ما اعرف، هذا كله تلوث البيئه جدا مهم. الرياضه لها دور كبير جدا في انه المحافظه على الشباب. بعد كده العادات زي انه تنامي في الليل، في كثير ناس بيجوا يسهروا للاسف سهر، وهذا لانه ربنا عملنا برنامج احنا فيه هرمونات معينه بيفرزها جسمك اثناء النوم تحتاجيها وانت نايمه. لو لقيتك صاحيه مسافه منها راحت عليك، وهذه بتاثر كثير على شبابك، بتأثر كثير على عمرك البيولوجي. ونفس الطريقه لو انت نمت من النوم، لو انت نمت في النهار، في هرمونات جسمك بيفرزها في النهار عشان تستفيدي منها لازم تكوني صاحيه. لو نايمه ما استفدتي منها راحت عليك، وهذه برضو تؤثر على اعضاء جسمك وتؤثر على البيولوجيه. والاكل نفس الطريقه، في عادات اكل معينه جدا مهمة انها تحافظ على شبابك. لو اكلت متأخر في الليل مشكلة، ايش اللي تاكليه في الليل وايش اللي ما تاكليه، متى تاكلي فاكهة، متى تاكلي بروتينات، متى تاكلي، هذه كلها
مفروض الإنسان يتبعها عشان يقدر يحافظ على جسمه ويحافظ على نفسه. أيوة والله معلومات مفيدة جدا يا دكتور. صحيح. نورتني. للأسف الفقرة خلصت بسرعة جدا وعندي أسئلة كتير كنت عايزة أسألها لك. أكيد هنتقابل مرة تانية إن شاء الله. دكتور يوسف نعمان استشاري بطن وروماتيزم ومكافحة الشيخوخة بمستشفى غسان نجيب فرعون، نورتني. مستشفى الدكتور غسان نجيب فرعون هي إحدى المستشفيات المتميزة والرائدة في المجال الطبي بمدينة جدة، وأكثر من 50 عاماً من الخبرة والريادة. السلام عليكم، رجعت لكم تاني ومعايا الدكتور اللي أنا شخصياً بستفاد منه لما بقابله وبسمع معلوماته، دكتور خالد أبو زيد استشاري أمراض الكلى ورئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بمستشفى غسان نجيب فرعون. وهسأله عن أمراض العصر زي السكر والسمنة وأمراض ضغط الدم، نسبتهم زادت جدا في العالم مما يؤثر على الصحة العامة، فعايز أسأل الدكتور هل ده حقيقي النسبة فعلا زادت؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. وفي الحقيقة حضرتك أثرت الموضوع في غاية الأهمية اللي هي أمراض العصر، وأمراض العصر بتتضمن حاجة مهمة جدا العلم والطب بيتكلم فيها من زمان، اللي هي الميتابوليك سندروم، اللي هي بتحوي ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكر واختلال الدهون بالدم وتأثيراتها على كل أعضاء الجسم. في الحقيقة بقى من الملاحظ في الفترة الأخيرة في العالم كله وبالأخص في المنطقة العربية إن نسب السمنة والسكر وارتفاع ضغط الدم أصبحت زيادة اضطرادية وبمعدلات في الحقيقة ما كانش حد متوقعها انها تصل الى هذه الارقام المهولة. ففي الفترة الاخيرة في الحقيقة نسب السكر قد تصل في بعض الدول العربية من بين نسبة 35-40%، وده متوقع في الفترة القادمة وبشكل سريع جدا. ومما يترتب عليه ان 35-40% من الشعب في اي دولة من هذه الدول ان وصل الى هذه النسب يعني عبء صحي شديد، أي يترتب عليه عدد لا بأس به من الناس اللي هيدخل لا قدر الله وربنا يحمي الجميع يا رب من مشاكل خاصة بالتغذية اللي رايحة للمخ وللعين وللشرايين الطرفية وللكلى وللقلب، ويترتب عليه عمليات جراحية كثيرة وعمليات في بالنسبة لشرايين القلب وبالنسبة للمخ وخلافه واستخدام عدد كبير جدا لا بأس به من الأدوية المتعددة والتي تتلازم مع وجود اختلال في الدهون وتصلب في الشرايين وقصور كلوي وخلافه. وفي الحقيقة أصبح من الملاحظ في الفترة الأخيرة أن نسب السمنة ما زادتش بس في السن الكبير أو في الشباب، ده بقت موجودة حتى سمنة مفرطة في الأطفال، وده نتيجة للعادات الغذائية السيئة والغير مقبولة واللي الناس أصبحت تلجأ لها بشكل مبالغ فيه، وده نتيجة لاستعمال الناس للفاست فود، الأطعمة السريعة واللجوء للأطعمة المجهزة في المطاعم واللي فيها في الحقيقة نسب كالوريز عالية جدا، نسب السعرات الحرارية في الأطعمة في مثل هذه الأماكن عالية جدا، بحيث أن البني آدم لا يستطيع أن هو يستهلكها بنشاطه اليومي. يعني حتى ان هم عملوا بعض دراسات كثيره متعدده ما للناس اللي هي بتستعمل مثل هذه الاطعمه زي البيتزا وكنتاكي وخلافه، لقوا ان كميه السعرات الحراريه اللي بياخدها المرء لا يمكن ان هو يستهلكها في انشطته اليوميه، وبالذات ان هو بيستعمل السياره في التحرك، بيستعمل الاسانسير في الصعود والنزول، كل شيء في الحياه وفي جو لا يسمح له بحرق هذه السعرات الحراريه. لأن في الحقيقة في قاعدة طبية مهمة جدا بتقول إذا كنا عايزين نحافظ على أجسامنا بحيث إن إحنا أوزاننا ما تزيدش مع الوقت ومع الأطعمة اللي إحنا بناخدها، لابد الإنرجي إنتيك يساوي إنرجي إكسبنديتشر، يعني اللي إحنا بناكله نحرقه. لو عملنا مثل هذا مش هيبقى فيه أي مشكلة، بالعكس هتستعمل الكالوريز دي في بناء العضلات وبناء الجسم للحفاظ على ما اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهن من رصيد يمكن الاعتماد عليه مع زيادة العمر مع زيادة السن. لكن إذا كنا لا نقوم بعمليات برياضة ولا نقوم بالتغذية الصحيحة والاعتماد على الأطعمة الصحية
وبنقوم بتخزين الأطعمة، يعني بناكل كميات كبيرة جدا من الأطعمة اللي فيها كميات كبيرة من الدهون وفيها عدد كبير جدا من السعرات الحرارية اللي بتخزن في جسمنا على شهيق الدهون، مما يؤثر على كفاءة عضلة القلب في المستقبل، مما يؤثر على الشرايين في كل أجزاء جسمنا، ويؤثر على وظيفة الكلى مع مرور الوقت، حتى إن معظم مرضى السمنة بيتعرضوا إلى مشاكل خاصة في كبيبات الكلوية، مما يؤدي إلى قصور وضعف وظيفة الكلى مع مرور الزمن، نتيجة لأن إحنا مع مرور الزمن بنفقد جزء من الرصيد اللي ربنا سبحانه وتعالى سايبه في جسمنا، سواء بالنسبة للكلى أو القلب أو خلافه، مما يؤثر على صحتنا بشكل أكبر وبشكل اضطرادي نتيجة لوجود سكر أو ضغط أو الاختلال في نسب الدهون في الدم. طب إزاي نحمي نفسنا من أمراض العصر؟ طبعا سؤال حضرتك مهم جدا، وفي الحقيقة لتنفيذه مطلوب مننا ان احنا اول شيء اللايف ستايل موديفيكيشن، ان احنا نغير طبيعه حياتنا. لابد من الاستيقاظ مبكرا، لابد من شرب كميات كبيره من الماء، عمل رياضه يوميا، لابد الواحد يعمل رياضه، التخلي عن العادات السيئه. العادات السيئه من استعمال الاسانسير في الصعود والنزول طول الوقت، من استعمال السياره في الذهاب للمشاوير اللي ممكن الواحد يعملها عن طريق المشي، البعد عن التدخين. التدخين في غايه في من 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 اسوأ العادات التي ممكن انها بتهلك الشرايين وبتهلك الكلى والقلب والرئه، غير ان هي يعني كل الناس تعرف ان التدخين له من اثاره السلبيه حدوث لا قدر الله اورام سرطانيه على الرئتين وفي الفم والمثانه البوليه، إلا أن التدخين له بيصدر عنه كيماويات متعددة وكثيرة لا حصر لها، بتؤثر على الشرايين والأوردة وتؤثر على الأنسجة المختلفة، حتى أنه من أهم النصائح اللي الحفاظ على الكلى في أي إنسان عنده ضعف أو قصور في وظيفة الكلى التوقف عن التدخين للحفاظ على الجزء المتبقي من وظيفة الكلى. الأطعمة الغذائية الصحية اللي هي الخضروات والفواكه، شرب كميات كبيرة من الماء، البعد عن الدهون، الدهون الاكثار من الدهون، تقليل البروتين. الاكثار من البروتين مهلك، مهلك وقاتل للانسجه وللاعضاء ومنها الكلى. وبالتالي العادات الغذائيه الصحيحه من العمل الرياضه والتريض في الهواء الطلق اهم بكثير من التريض في الجيم وخلافه، لان ده مهم جدا، حتى ان في دراسه اتعملت للمقارنه ما بين نفس حجم الرياضه، نفس كميه الرياضه اللي بتبذل في الجيم ومما يوازيها في الهواء الطلق، وجد ان في الهواء الطلق نسبه تكسير الكالوريز او استخدام الكالوريز فيها بيكون احسن واهم، حتى نفسيا بيكون الناس اللي بيعملوا الرياضه في التريض في الاماكن المطلقه والمفتوحه نفسياتهم والحاله النفسيه عندهم مهمه جدا، تبقى احسن بكتير من اللي بيعملوها في الجيم. فمهم جدا ان احنا نرجع لحياتنا الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها، الاستيقاظ المبكر، التريض، عدم الاكثار من والافراط من الاطعمه، عدم الافراط من كميه الكالوريز اللي ممكن تعمل لنا سمنه في المستقبل، دائما الحرص على ان احنا نحرق كل الكالوريز اللي ممكن بناخدها على مدار اليوم، البعد عن الافراط في الفيتامينات مثل فيتامين د والكالسيوم وهو خلافه اللي بينصح بها ناس كتيرة جدا في الحقيقة دون القواعد الطبية سليمة ودون احتياج المرء إليها، مما يؤثر في الحقيقة على الصحة العامة وصحة الشرايين والأوردة عند الناس اللي بتتعاطى هذه الأدوية. في حال استخدام عمل الناس للرياضة بشكل يومي والأطعمة الطبيعية ما بيبقاش، والتعرض لأشعة الشمس مباشرة ما قبل الساعة 10 أو ما بعد الساعة 4 بيدي للناس الكمية المطلوبة من الكالسيوم وفيتامين د اللازم لصحة العظام، وبالتالي لا داعي مطلقا للجوء لمثل الفيتامينات، تعدد الفيتامينات والفيتامين د والكالسيوم وغيرها من الفيتامينات اللي احنا مش محتاجين لها. طب الفيتامين العام؟ مفيش حاجه اسمها فيتامين عام. المفروض ان احنا لو هناكل بشكل طبيعي، لو هنعيش حياه طبيعيه بشكل رياضي، نشرب سوائل بشكل كافي، نشرب عصاير بشكل كافي، ناخد فواكه طبيعيه، هذا يغني تماما عن احتياجنا لاي فيتامينات بشكل عام. الفيتامينات بنحتاجها في بعض الحالات المرضيه او بعض الناس اللي عندهم مشاكل مرضيه
ما بتخلي امتصاص الفيتامينات او احتفاظ جسمهم بيه يكون ضعيف. الناس اللي بتاخد مضادات حيويه لفترات طويله، الناس اللي عندها عامله عمليات جراحيه، الناس اللي عندها مشاكل صحيه تتعلق بفقدان لمثل هذه الاشياء، هم دول اللي بيحتاجوا سبلمنتري ميديكيشن، سبلمنتري تونكس. انما ان احنا ناخد فيتامينات لمجرد احنا المفروض ناخد فيتامينات عشان وعشان وعشان وعشان، كل هذه الاشياء ادعاءات كاذبه ليس لها اصل، بل للاسف الشديد كل الناس بتنصح والله خد فيتامينات عشان البشره، لا فيتامينات عشان الشعر، لا فيتامينات عشان العظم، ما اعرف، كل هذه ادعاءات كاذبه في الحقيقه لا اصل لها ولا قيمه لها من الناحيه الصحيه، بل لها اضرار في المستقبل. وفي الحقيقه بنواجه في الحياه العمليه في المستشفيات ما بين الوقت والاخر ناس عندها تسمم بالفيتامينات، اسمه تسمم بالفيتامينات، فعلا هذا الاسم اسم حقيقي، مما يؤثر على الاعضاء وكفائتها ووظيفتها. طيب هدخل معاك في امراض الكلى نفسها، في حاله ان يجي فشل كلوي مثلا لكلى من الكليتين او للاثنين وخلاص اضطرينا ان احنا ندخل في العلاج، هل الكلى بترجع لحالتها الطبيعيه وبتمشي في نفس النظام الكلى الطبيعيه ولا ده مستحيل؟ طبعا سؤال حضرتك مهم وكبير جدا، والاجابه عليه في الحقيقه احنا محتاجين وقت طويل قوي عشان نفهم الناس حتى القصه ايه، لان في الحقيقه احنا بنسال هذا السؤال مع كل مريض عنده قصور كلى وبيجي العياده. في نوعين من القصور الكلوي او نوعين من الفشل الكلوي، في الفشل الكلوي الحاد وفي الفشل الكلوي المزمن. الفشل الكلوي الحاد احنا في الحياه طبيا بنسميه النجاح الكلوي الحاد، لان في الحياه الكليه بتبدا تتوقف عن عملها او ما بتقومش باستخراج السموم بالشكل الطبيعي، او عمليه الفلتريشن، عمليه الفلتره الطبيعيه بتاعه الدم اللي كانت بتقوم بيها بشكل طبيعي فيما قبل، في وجود بعض الحالات الاستثنائيه زي نقص سوائل في الجسم بشكل كبير، نقصان فقدان للدم من الجسم بشكل حاد، تعرض الجسم لبعض السموم، اشياء كثيره ممكن تؤثر على اشياء كثيره جدا ومتعدده جدا ممكن تؤثر على الكلى بشكل حاد. وفي هذه الحاله بتعود عندما تذهب لما بيتشال هذا السبب ترجع الكلى لوظيفتها الطبيعيه مره ثانيه وتستعيد كفائتها مره ثانيه، حتى ان بعض الحالات اللي بتمتد معاها السبب المؤثر على الكلى بيأثر في هذه الحاله على انابيب الكلى، ما بيأثرش على كبيبات الكلى، لان الكلى حاجتين انابيب وكبيبات، اذا تأثرت الانابيب فانها تتجدد، اما اذا تأثرت الكبيبات وبتفقد بشكل تليف فانها لا تتجدد. فهو ده ما يحدث في مرضى السكر، مرضى السمنه، المدخنين، مرضى الالتهاب الكبيبي الكلوي نتيجه لاختلال مناعي، هؤلاء الناس بتتعرض الكبيبات الكلويه عندهم الى مشاكل يحدث فيها تليف، وعندما تفقد الوظيفه لا تعود مره ثانيه. لكن في حال وجود التهاب حاد نتيجه لنشاط مناعي او لغيره، بيحدد هذا عن طريق اخذ عينه او خزعه من الكلى وتفحص تحت الميكروسكوب الالكتروني، ويتم صباغه هذه العينه بصبغات معينه، بيتم من خلالها تحديد نوعيات الخلايا ونوعيات الاصابات اللي موجوده اللي ممكن تترفع او تتشال او تتعالج عن طريق استعمال بعض الادويه، منها الادويه المناعيه والكورتيزون وخلافه. وهذا المجال في تقدم كبير جدا 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 لحمايه الناس من مثل هذه الاشياء. ولكن اذا فقد جزء من الكلى، يعني هو سؤال حضرتك طبعا كان اذا فقدت الوظيفه هل تعود مره ثانيه ولا لا تعود؟ فرقنا ما بين الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المدمن. لكن اللي احنا عايزين نقوله ان احنا ممكن نعيش لغايه ربع كلى. يعني الى ان يتبقى عندنا 25%، يعني احنا لو عندنا كليه واحده نعيش بشكل طبيعي جدا. لو عندنا ربع كليه نعيش بشكل طبيعي جدا. ولكن ده في حال وجود جسم مثالي ليس هناك عبء صحي على هذا الربع المتبقي من وظيفة الكلى، أي أنه لا يتعاطى كميات كبيرة من البروتين، لا يدخن، لا يبذل مجهود عضلي بشكل كبير، لا يأكل بروتينات بنسب عالية، الأملاح والدهون قليلة، الضغط منتظم جدا، السكر منتظم جدا، بحيث أنه يستطيع أن يحافظ على هذا الجزء المتبقي من وظيفة الكلى إلى أطول فترة زمنية ممكنة. وفي حالة عدم وجود أمراض تصيب هذا الجزء المتبقي أو تؤثر عليه مع مرور الزمن مثل الضغط والسكر وخلافه. لكن في حال وجود بعض الأمراض اللي بتؤثر على الكلى وهذا الجزء المتبقي، ده بيسرع عملية ضعف أو فقدان لهذا الجزء الصغير بحيث أنه يفقد في فترة زمنية صغيرة.
كأمثلة مثلا الناس اللي عندهم أمراض وراثية متعلقة بأكياس وراثية على الكلى، هؤلاء الناس عرضة أن يفقدوا من 4 ل 5 ملي برمينت في السنة، من 4 ل 5% تقريبا من وظيفة الكلى كل سنة نتيجة إلى ازدياد حجم الأكياس الكلوية، وبالتالي متوقع بعد فترة زمنية معينة أن هم يفقدوا الوظيفة كاملة ويحتاجوا إلى غسيل كلى وزراعة كلى. مش كلهم بيمشوا بنفس السيناريو بنفس الطريقة، كل واحد منهم بيفرق عن التاني بناء على حالته الصحية حصل فيها تقدم بأي شكل وبأي صورة. احنا في الشكل الطبيعي بتاعنا بنفقد 1 ملي برمينت كل سنة، يعني بنفقد 1% كل سنة ما بعد سن الأربعين. يعني احنا بعد سن الأربعين يبدأ عملية الايجينج، عملية الشيخوخة العضوية، يعني نفقد 1% من وظيفة الكلى كل سنة ما بعد سن الأربعين سنة. طب ليه ما بندخلش في فشل كلوي لما سننا يكبر؟ لا، هو احنا بنفقد الوظيفة لكن بنفقد معاها احتياجنا لهذه الوظيفة. يعني أين الحجم العضلات عند البني آدم ما بعد مرور الأربعين سنة، بعد الأربعين والخمسين والستين حجم العضلات بيبقى أقل، وبالتالي احتياجه للكلى اللي هي كانت شغالة بكفاءة 100% وهو شاب ما عادش محتاجها هو كبير، وبالتالي ما بيدخلش فشل كلوي. لا، بيكون نسبة الكرياتينين أو نسبة السموم اللي بتخرج من جسمه تتكافأ مع كمية مع الكمية المتبقية من وظيفة الكلى اللي هو محتاجها في الوقت ده، وبالتالي ما بيدخلش في فشل كلوي. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا رصيد خزين عندنا في جسمنا يكفينا، لأن هو سبحانه وتعالى أعلم بينا، لأنه هو الصانع عارف إن احنا لن نحافظ على هذا الجزء بالشكل الأمثل، لكن مطلوب مننا في الحقيقة للحفاظ على إن في الحقيقة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لابد أن نجعل يعني هذا الحديث يعني زي ما بيقولوا كده حلقة في ودننا، الصحة والفراغ. الصحة أمر مهم جدا لابد للحفاظ عليه، وسهل جدا الحفاظ عليه لو التزمنا بهذه القواعد البسيطة، وإن احنا نملأ فراغنا بأشياء مفيدة لنا وللمجتمع، ده أمر في غاية الأهمية بيوصي به الدين وبيوصي به كل عاقل. صحيح. دكتور خالد أبو زيد، استشاري أمراض الكلى ورئيس قسم أمراض وزراعة الكلى مستشفى غسان نجيب فرعون، نورتني يا دكتور. أهلا بيك، ولازم برضو هنتقابل تاني أكيد إن شاء الله. وأشوفكم على خير في حلقة جديدة من برنامج صحتك مع مروة غنيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور غسان نجيب فرعون هي إحدى المستشفيات المتميزة والرائدة في المجال الطبي بمدينة جدة، وأكثر من 50 عاماً من الخبرة والرؤية.